يوم السبت هقول هذا الكلام. عندنا مباراة صعبة اللي هو يوم الماتش، عندنا مباراة صعبة، عندنا مباراة مهمة وليست مباراة سهلة. منتخب جنوب إفريقيا اسم كبير، والأسماء الكبيرة دي لازم تقلق منها ولازم تخاف منها ولازم تعمل حسابها، وعندهم سرعات. وهنتكلم عن منتخب جنوب إفريقيا فنيا مع اتنين من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ماهر همام والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم في الجزء الثاني من هذه الحلقة. هنتكلم معاهم فنيا عن جنوب أفريقيا وكيفية ان احنا ممكن نفوز في هذه المباراة كمنتخب مصر. ف المباراة مباراة صعبة جدا، فمش عايزين تشاؤم، خلينا دايما نبقى مبسوطين، خلينا دايما نبقى فخورين ببلدنا واللي بيحصل فيها هذه الأيام، فخورين بمنتخبنا. عندنا أخطاء وعندنا حاجات سلبية موجودة مع المنتخب أو داخل الملعب في المنتخب، ولكن الحاجات دي كلنا بنتكلم فيها. احنا عندنا 90 مليون محلل. فريق منتخب جنوب أفريقيا منتخب عنيد، ولكن سهل جدا ان انت تفوز عليه. وانا بقول سهل جدا ده لسبب واحد فقط، ال 74 ألف اللي قاعدين، ال 74 ألف واحد اللي قاعدين دول بيبقى لهم دور كبير جدا 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 في ان هم يحركوا الحجر. لو في حجر بيلعب هيتحرك. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما خدوا بالكم، الفتره اللي جايه فتره صعبه، فتره مهمه، يجب ان يكون هناك مسانده دائمه وواجبه لمنتخبنا الوطني. بعدوا بقى عن الهاشتاجات اللي عماله تتعمل ويعني حاجات غريبه جدا انا مش عايز اتكلم فيها، وممكن اقولها لكم لكن انا مش عايز اتكلم فيها ومش عايز اقول لكم ايه هي، لانها موجهه توقيت خاطئ. لا يوجد مبرر الا سوء اداء. انا مع حضرتك ان هناك سوء اداء 100%. هو منتخب تونس ده ايه؟ هو منتخب المغرب في المباراه الاولى والثالثه ايه؟ هو منتخب الجزائر في المباراه الاولى ايه؟ منتخب كوت ديفوار، منتخب السنغال خسر ماتش من منتخب الجزائر، هنقول ان هو وحش؟ واحده من الفرق او المنتخبات المرشحه للقب نيجيريا مغلوبه من منتخب مدغشقر، مفاجاه هذه البطوله. خلينا نفكر بالناحيه الايجابيه. كوبايه دايما لما بتبقى خلينا فاضيه، نصها فاضي ونصها مليان، خلينا نبص على النص المليان. عندنا مشكله وعندنا بعض الامور وعندنا بعض الثغرات الواضحه في الفريق، ان شاء الله تتحل في المباراه اللي جايه. اللعيبه اللي لسه ما فاقتش هتفوق. ما هي سامعه كلامي وسامعه كلام فلان وكلام علان وكلام ترتان وكلام حضراتكم من خلال السوشيال ميديا. فالمسانده واجبه. المسانده واجبه. مش عايزين نعمل ضغط على اللاعبين. مش عايزين كفايه ضغط المباراه. انا عارف وانا اسف كل شويه انا بقول لكم الكلام ده، لكن يا جماعه ضغط اللعيب نفسه لما بيبقى على ارض الملعب بيبقى مختلف تماما عن الناس اللي قاعده بره. يعني كان ليا الشرف ان انا اكون متواجد في مثل هذه الاجواء قبل كده، وعارف قد ايه ان اللاعب بيكون مضغوط جدا جدا جدا، خصوصا لما بيبقى عنده 75 ألف و100 مليون بره مستنيين، 100 مليون قاعدين بيتفرجوا. فواجب المسانده هذه الايام مهم جدا جدا جدا.